تطبيقها. نشوف بقى كده خبر متعلق بالتطعيمات. حسب الحصبة الألماني من الوفد الصحة، تطعيم 392 ألف طفل ضد الحصبة في حملة محدودة. أعلنت وزارة الصحة والسكان أن عدد الذين تم تطعيمهم في الأسبوع الأول من الحملة المحدودة ضد مرض الحصبة والحصبة الألماني بلغ حتى تاريخه 392 ألف و238 طفل وشاب بنسبة تغطية 57.3%. وتستهدف الحملة تطعيم 684808 أشخاص. وأشار دكتور عمرو قنديل رئيس قطاع الشؤون الوقائية والمتوطنة أن الوزارة بدأت في تنفيذ الحملة المحدودة للتطعيم ضد مرض الحصبة والحصبة الألمانية 9 إبريل وتنتهي يوم 19 إبريل الجاري. وأضاف أنه يتم تنفيذ الحملة بالمحافظات الحدودية لما لها من أهمية وبائية خاصة وكونها مدخلاً للتفتيشات الوبائية في السنوات السابقة، عفواً للتفشيات الوبائية.